وليس من عادتي أن أروي المنامات إلا لأنه هذا المنام متميز. قال له النبي الكريم لخطيب هذا المسجد: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فهذا الخطيب يعني تألم، تأثر تأثرا بالغا، هو دراسات وعلم وفهم وتجويد وقرآن وخطابة، هذا جاره بقال. فذهب إليه وقال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. رفض أن يقول شيئا. بعد إلحاح منقطع النظير ذكر، قال له: تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع، إذن هذا الجنين ليس منه، وبإمكاني أن أطلقها وأن أسحقها وأن أفضحها، والدولة معي والشريعة معي وأهلها معي، ابنتهم زانية، لكن أردت أن أحملها على التوبة. فجاء بولاده في الليل، ولدت وحمل المولود تحت عباءته، ووقف أمام جامع الورد إلى أن نوى الإمام الصلاة، فرض الصلاة، ما في حدا. فدخل إلى المسجد، وضع الجنين المولود وراء الباب والتحق بالمصلين، فلما انتهت الصلاة بكى هذا المولود، فاستغرب الناس وتحلقوا حوله. هو تأخر حتى تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حول هذا المولود، فاقترب منهم، قال: خير، ما القصة؟ قال: تعال انظر، لقيت. قال: أعطوني إياه أنا أكفله. أخذه أمام الحي بأكمله على أنه لقيط. فأنا علقت على هذه القصة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل قسري، الإحسان طوعي، بس هذا نقل امرأة من أن تفضح بل قد تقتل لأنها زانية، وجعلها امرأة صالحة بهذه الطريقة. فلذلك أقول دائما في حالات دقيقة جدا الإحسان يفوق العدل.